بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنالك في الحقيقة علاقة وثيقة وكبيرة جدا للبعد بالنسبة لمقالة قدم العالم النوع، هذه المقالة الضالة، مع البعد التربوي، لأن المسلم يؤمن إيمانا قاطعا بمبدأ الخالقية والمخلوقية، فالخالق هو الله وما عداه مخلوق. عندما يأتي أناس ويقول بأن المادة التي خلق منها العالم قديمة وأزلية، ومدلول كلامهم أن هذه المادة تشارك الله تبارك وتعالى في الأزل، وأن العالم خلق من هذه المادة الأزلية فهو مخلوق باعتبار الأجزاء، قديم باعتبار الجنس، هذا كفر بواح كما قال الإمام الغزالي. إمام الغزالي كفرهم، بل كثير من العلماء كفروهم لأنهم قالوا بهذا القول الذي يخرج الإنسان من الملة لمعارضته الآيات القرآنية. ولذلك أنا ذكرت بأن سماحة الشيخ ذكر الطريقة الصحيحة لمعالجة أمثال هذه القضايا، وقال بأن معالجة هذه القضايا ترد إلى النصوص القرآنية الواضحة، وهنا أكثر من 7 نصوص قرآنية تدل على مبدأ الخلق. الله تعالى خلق الخلق، أبدعه، أخرجه من لا شيء، من العدم. المادة المخلوقة مخلوقة من العدم، من لا شيء، أما يبدأ بداية الخلق ثم يعيده إعادة، هذا التصور يعطي الإنسان يعني إحساس بقوة الله وقهره وعظمته وجلاله، فيخر خاضعا راكعا مستجيبا لهذا الإله العظيم الذي يخلق من لا شيء ويعدم هذا المخلوق إلى لا شيء. هذه قمة العظمة والجلال. أما أن تجعل لله تعالى شريك في الأفل أفل أفل أزل، وتقول بأن هذا الشريك مع الله في الأزل، ثم تحاول أن تلف في الموضوع وتقول لا، خلق بالأجزاء والمادة قديمة، هذا يؤدي إلى 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 مسلك خطير جدا جدا جدا. ولذلك يعني حتى كثير من علماء الكلام في اليهودية مثل موسى بن ميمون، وهو عالم كلام يهودي، ذكر بأننا يجب علينا في مثل هذه القضية أن نلتزم بنصوص التوراة. هو يهودي، قال بنصوص التوراة دالة على مبدأ الخلق، هو كان ضد هذا الموضوع. وكذلك توما الإكويني، وهو يعني من أيضا علماء المسيحية، ذكر أيضا قال بأن الحجج في قدم العالم وحدوثه حجج يعني متناقضة، والمخرج من هذا النص، والمخرج من هذا النص. وكذلك كانت في بعض يعني بعض الدراسات تنسب إليه هذا القول، أن الحجج حجج متناقضة يعني ليست قاطعة. إذا القطع ماذا؟ النص القرآني. القطع هو النص القرآني الدال على هذا الموضوع.